أحلى الذكريات. يا ولد الحلال يا ولد الحلال، الناس تمسك السكينة في إيد اليمين والشوكة بإيد اليسار. بس أنا كذا ما أعرف، كذا أريح لي. لازم تتعلم. غلط. سالم، تراك تشرب قهوة كثير. ما لها القهوة، أحب أشرب قهوة. القهوة والشاهي كثرتها ما زينة، لأنها منبهة للأعصاب وتسبب قلق وضيق، فخفف منها. واحد يوقف الطفلين، واحد راس قرد. هوا وراسي. من هين جبت هذي؟ أبوي ما من عندي، من القريدة. هوا مكتوب. انتو ايش عندكم يا أخي؟ ايش هذا الإزعاج؟ ما تخلوا حد يعرف يشتغل أبدا؟ تعال اسمع العقب، تعال. وين واحدة ولد الطفلين والطفل الثاني راس قرد؟ شوف انت جالسة تلعبي في الراديو. كيف بعد اجلس العب في الراديو؟ ما تبغاني اسمع الإذاعة؟ طول النهار اسمعوا الإذاعة طول النهار. ما تعرفين انك تصرفي بدري، تخسرينها بدري. سلمى سلوم، هاتي شاهي وبنكتب.